السلام عليكم. أقسم بالله العظيم، هذه اللقطة سوف تبقى للتاريخ. الجميع تابع المباراة التي جمعت بين نادي باريس سان جيرمان ونادي أجاكسيو. يعتمد مدرب نادي أجاكسيو على النجم يوسف بليلي في هذه المواجهة أمام رفقاء الأسطورة ليونيل ميسي، وهذا ضمن إطار الجولة 13 من الدوري الفرنسي. المباراة انتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء لصالح باريس سان جيرمان. كانت انطلاقة النجم يوسف بليلي قوية مع فريقه أجاكسيو في هذه المباراة القوية، كما استطاع بليلي أن يتحصل على عدد من الضربات الثابتة واخترق دفاع الخصم في عدة مناسبات. وفي ركلة حرة أعطاها الحكم ليوسف بليلي، احتج لاعب باريس سان جيرمان على صحتها. ظهر النجم يوسف بليلي وهو يحاور ليونيل ميسي، حوار انتهى بينهما حين أوطأ ميسي رأسه أمام بليلي احتراما لمسيرته الكروية.